السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره أموركم؟ مزيانة؟ كنتمنى تكونوا في صحة جيدة وأموركم كلها على أحسن ما يرام. كنتمنى اللي ما اشتركش يشترك وتفعيل الجرس باش يوصلكم إن شاء الله كل جديد والتعليقات الزوينة بحالكم، ولي لايك. شكرا لكم بزاف، هذا فضلا وليس أمرا. شكرا على التشجيع ديالكم ليا، حتى انا كنبغيكم بزاف كما كتبغوني. شكرا لكم بزاف على المشاهده ديالكم وعلى التعليقات وعلى لي لايك وعلى الوفاء ديالكم. احبكم في الله. بسم الله على بركه الله. اليوم ان شاء الله عندي لكم فيديو جديد ورائع بزاف بزاف. مشيت نهار الاحد مع العائله ديالي، مشينا فوجنا وتبردنا. هذا الواد كيتسمى الواد الخضر لان فيه الاشجار خضرين مع الجوانب ديالو، كيتسمى الواد الخضر. كيتواجد في جماعة سور العز. بالنسبة للناس اللي جايين مراكش أو قلعة السراغنة ولا غادي لبني ملال، بالنسبة للناس اللي كيمشيو الأزود راه قرب منه، يتقدروا يتبردوا فيه ويكبلوا الطريق ديالهم. بسم الله على بركة الله. دينا معنا البوطة والطاجين وكاع اللي كنحتاجو إن شاء الله. دينا هاد المكان وبلي وصلنا وتسرحينا وردينا الغدا كيطيب ما شاء الله، جلديد وزوين ما شاء الله. انتما كيفما كتشوفوا معايا صورت لكم جميع المراحل ان شاء الله كيفاش دوزت النهار ديالي من الصباح حتى العشيه مع العائله. تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك. البلاصه زوينه وبارده. ومن بعد ما درنا الحيمات والبصله والزيت نخليوه كينزل حتى كيتشحر مزيان. هانتوما كما كتشوفوا حتى الطويجين ديالنا نزلت البصله وتشحر. كنضيفوا ليه الثومه والقزبر والمعدنوس باش كيجي الطاجين على حقه وطريقه ما شاء الله. وهاد التفويجه كتجي رائعه وكتجي فيها الماكله لذيذه وكتفتح الشهيه لكل واحد ياك مجربين هاد الشيء. دابا ان شاء الله كنضيفوا التوابل. هانتوما كما كتشوفوا ما شاء الله طاجين رائع بزاف بالصحه والراحه ما شهيتكم. ودابا ان شاء الله كنضيفوا البصله مقطعه قطع صغيره كما كتشوفوا. داكشي على حقه وطريقه ما شاء الله. درنا فيه غير البصله واللحم ما درناش الخضره، اللهم بارك. ودابا كنغطيو الطاجين ديالنا حتى يطيب. ايوا يلا هم معايا تكتشفوا المكان وتشوفوا المناظر والطبيعه والمياه ما شاء الله. كنتمنى يعجبكم المكان وحتى نتوما اللي عشاق السفر والمغامرات يجيو لهاد البلاصه، راه زوينه بزاف ما شاء الله. هذه هي الجليسه اللي كرينا كما كتشوفوا معايا، هذا هو السقف ديالها تبارك الله زوين. بسم الله. ودابا يلا شوفوا معايا الطاجين بعد ما طاب، نشوفوا كيفاش جا. ها انتم الطاجين طاب تبارك الله ما شاء الله، فيه الاشعه ديال الشمس من الكليسه تبارك الله ما شاء الله، جا لذيذ وشهي ما شاء الله. هنايا عندنا في الفواكه كان طالو الفكوس الكرفقون ما شاء الله تبارك الله. هنايا كاين الكليسات اللي كيتكراو، كيتكراو بخمسين درهم، تقدروا نتوما تشطرو، راه كاين قص تمن. ها نتوما كيفما كتشوفو معايا الجوانب ديال الواد كيفما كتشوفو، هانتوما كيفما كتشوفو تبارك الله. هاد البلاصة كان فيها لنا بزاف ولكن خوات بقى غير داك الشي لي مليها لي كان لنا كتير ما شاء الله. وكانت كتصب الشتا لي كينزل المطر كيكون هاد الشي عامر ما شاء الله، وكيسقيو بيه الزيتون وأشجار أخرى إن شاء الله غتكتشفوها من بعد. تبارك الله ما شاء الله على هاد المياه شحال صافية، اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال ويحفظنا من قلة الماء يا رب. اللهم ارحمنا واسقينا برحمتك يا ارحم الراحمين.
كاينين البلايص خاصين بالعومان ما صورتهمش لان فيهم الناس. كما كتشوف معايا هذا موتور حاط مولاه كيتبرد حتى هو هنايا حتى هو كياخد يسبح. شوفوا تبارك الله هذا المكان، هذه بلاصه الواد اللي كان كيكون فيه الماء بزاف، ما كاش غادي ندوز من هنايا ما نقدرش ندوز، ولكن مع الماء ولا قليل يعني ديزا بلاصه الماء. كنتمنى ربي يرحمنا برحمته الواسعه. شوفوا تبارك الله الخضيره اللي حداه هاد البلاصه، هاد المكان راه زوين بزاف ما شاء الله، ولكن غير قلت المياه. الحمد لله على كل حال، سبحان الله العظيم، يبيتها في الشأن ويصبحها في الشأن، ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله على كل حال. تبارك الله هاد الواد كان معيش ناس كثار، دواور كثار كيسقيو منو، يشربوا منو، كيصبنوا منو، جميع الحاجات ديالهم كيقضيوها منو. بسم الله ما شاء الله. ودابا ان شاء الله غتكتشفوا معايا الفواكه والاشجار اللي كتواجد حدا هذا الواد الخضر اللي كيسقوها منها. هنا كاين الرمان، احسن رمان هو اللي في هذه المنطقه جماعه سور العز، حلو كيكون كبير وزوين، هو باقي صغير كما كتشوفوا معايا. كاين شي شجرات الرمان فيهم خاسر، ما عرفتش ضرباتهم الرعده ولا شنو، اللهم الطف بينا، لقيتهم كحلين ومساكن ومفرقعين. الحمد لله على كل حال. شوفوا معايا اشجار الرمان، ها انتم كيفما كتشوفوا معايا راني شديت لقطات حتى على هذا الرمان اللي خاسر كيفما كتشوفوا معايا، مسكين حتى هو كيفما قلت لكم خسر ولا كحل. الحمد لله على كل حال، الله يرضخ بينا وبيهم ان شاء الله يا رب، وربي يحفظ ليهم هاد الغله وهاد الثمار. ها هي هاد الرمانه شديتها بيدي، شفتوها كيجرى ليها مسكينه، اللهم الطف بينا. اللهم بارك وزد في ذلك. ها انتما كيفما كتشوفوا معايا هذوما الجليسات اللي كيكريو الناس، تبارك الله حدا شجر خضر. ها انتما كنزيد نوريكم مازال المكان، راه رائع بزاف وزوين ما شاء الله. ودابا ان شاء الله رجعت عاود ثاني معكم المياه، كيفما قلت لكم صورت من الصباح حتى العشيه باش تكتشفوا المكان وتشوفوه ويعجبكم ان شاء الله وتزوروه ما شاء الله. اللهم بارك. هاد البلاصه فيها الداليات كيفما كتشوفوا ديال العنب، حيت هما معروفين بالعنب والرمان والصفرجل ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك ليهم في هاد النعم. ها الجليسه وحده اخرى كيفما كتشوفوا معايا، ها نتوما كيفما كتشوفوا هذه الجليسه اللي كرينا، وحتى حنا زدنا الفراش فرشناها مزيان، وهذه هي العشيه ان شاء الله بلي بينا نشوف حالنا. صورت المكان كامل، درت عليه بالتصوير، يمكن زربت شويه في التصوير في هذه اللقطه الاخيره، سمحوا لي بزاف ما شاء الله، ولكن المكان زوين والفيديو رائع بزاف ما شاء الله. كنتمنى يعجبكم وتجيو حتى نتوما تزوروا هنايا، راه بارد وزوين ما شاء الله، بما اننا في الصيف والحال سخون والواحد كيقلب على المكان البارد يمشي ليه، راه زوين بزاف ما شاء الله، ما تسخوش تمشيو منه. حتى هو من الاماكن الجميله والرائعه بزاف اللي بغيت يتبرد ويفوج ويكتشف الاماكن في المغرب ما شاء الله، راه فيه ما يتشاف في المغرب ما شاء الله، خاص الواحد يكون عنده غير الفلوس يديه فين ما بغى. هاد المكان هذا صورته من الفوق، هانتوما دايرين هاد القصاب وهاد القراعي اللي معلقين هنايا باش تعرف اننا هنايا كاينه الهبطه، كاين خطر على الناس، هذا تنبيه ليهم باش ما ينزلوش تمايا ما يغامرش ويمشي. تبارك الله الناس كيخافوا على الحياه ديال الناس الاخرين، دايرين هاد القراعي باش الناس ينتبهوا لهاد المكان، بلاصه زوينه ما شاء الله. راني صورت لكم من الفوق من بعد ما طلعنا من الواد بينا نشوف حالاتنا. هانتوما
ما شاء الله من فوق القنطرة. هذا هو المكان اللي كنزلوا منه باش نزلوا للواد، صورت لكم الفوق واقفين فيه الناس. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يعجبكم الفيديو والمكان اللي مشيت ليه، ما شاء الله شاركته معكم حتى نتوما باش تستمتعوا بالمنظر وتعرفوا على المناطق في المغرب. هذه المنطقه الواد الخضر، جماعه صور العز كتذكير، اللهم بارك. كنتمنى تخليوا لي شي بصمه زوينه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، تعليقات زوينه بحالكم، مشاهده الكامله للايك. كنشكركم على المتابعه والى اللقاء. هذه الطريق ان شاء الله اللي غادي نشدو اللي غندوزو منها باش غنرجعو لقلعه السراغله. تبارك الله ما شاء الله، عجبتني هذه الشجره الخضراء، الاوراق خضرين والثمار في الغوز، ما شاء الله اللهم بارك، المنظر ديالها جميل جدا. هذه هي الطريق، صورتها ملي كنا راجعين وملي كنا غاديين ما صورتها. شوفوا الجبال، هذا الطريق اللي رجعنا منها طويله شويه ماشي بحال الاولى اللي جينا منها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.